أكلات من الجهات في مطبخ الحياة. عسلامة، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي برونشي معنا توا على 90.3 إذاعة القيروان للصحة. برنامجكم أكلات من الجهات اليوم باش يمشي معاكم المدينة سماوها باللاتينية كابيلا، وقلب بلادها القديم فيه لمسة العثمانيين. اتعرفت بالبيبان، هو أقدم سوق في المدينة، وتجار وحرفاء من كل مكان، وشيوخ البلاد نظرتهم بكل هذكريات. وأشهر ما في المدينة سوق الحديدة المعروف بصنعة مالي البلاد، وكما يقولوا ناس بكري، أضرب الحديد وهو حامي، وهكا تجيب قوتك وتعيش مريح الخاطر والبال. بلاد الواحات ونخل بالخير مزين البلاد، وروحها تغذيت بالمقامات من سيدي عيسى لسيدي عبد القادر لسيدي عبد السلام. الحرة تنظف الشعير، وسيد الرجال يشق على خاطرها البرور والبحور، وهذه هي المحبة الزمنية في بلاد الأسوار والحكايات. قبلي القديمة تعديت عليها الأيام وسنين، وما تنساشي اللي هي بلاد الخير والبركة. ومع مدام راقية المرابط تعطينا شني الأكلات متاع الجهة هذي. عسلام، مرحبا بيك مدام راقية. أروح لباس عايشك. الحمد لله. شحوة الحمد لله. اليوم اتجاهنا مدينة قبلي. قبلي عملنا دورة ما شاء الله. من الشمال للجنوب للساحل. اليوم محطتنا باش تكون مدينة قبلي، الواحات والتمور والزين، معناها بالحق الصحراء متاعها ياسر حلوة وياسر مزيانة. به عندهم حاجات تميزهم اللي هي الفتات. الفتات احنا طيبناها قبل، اما مش كيف. شفت كل مره نختاروا هكا حاجات تبدا عندها بالحق نفس الاسم واحنا نعرفوه، اما كي نجيو نطيبوا فيهم، كي نجيو نسالوا عليها، معناها من مالي البلاد الحره المجديه اللي قبليه، قالت لنا لا راهي ما تطيبش كما الفتات العادي. نو عندها لا. حاجة أخرى. هذه الفتات الاخرى يطيبوا ويسقيوها، فهمت كيفاش، ويعملوها في الجبل وقت الزيتون وقت الفلاحه نتاعهم، يهزوها غادي في البلاد، يطيبوها بالدجاج يعملوها كيما النواصر الاخرى هذيك اللي تتسقى. هذه تختلف، هذه نيه وجيريه. هذه جيريه تترمي وتيب فرشكه، معناها الكلها مع بعضها يسر بنينه وسهله بالطبيعه. احنا اللي رسيت نتاعنا الكلهم سهلين، وانت تزيد بالطبيعه تسهلنا اسهل على اسهل تولي سهل على الاخر. هي هما في قبلي راهم يطيبوا يسر باش السردينه الشيح. عندهم السردينه الشيحه، يشيحوا برشا السردينه ويطيبوها. كيفاش يعملوا؟ ياخذوا السردينه ينحيوا لها كسلسول الظهر، يحلوها ويحطوها على الغريب اللي ياخذوها وحدهم في الدار. قالت لنا احنا نعملوا عولتنا هكا، وكل قديد يعملوا مال السردينه الشيحه. شوف شو يعملوا لها السردينه الشيحه يا عارف. ياخذوا الطنجره نتاعهم، يحطوا البصل والملح والفلفل الكحل، وديما يطيبوا بالعدس، ويطيبوا ديما بالفول الشيح. العدس والفول الشيح عندهم هما اكثر من كل شيء يعملوا. تعرف هذي كل راه منافع، معناها فيهم لوفير وكلهم يطيبوا برشا بيهم العدس والفول الشيح. ويحطوا الثوم والفلفل الكحل والملح والهروس والطماطم الكونسنتري، وكعبتين بالطبيعه طماطمنا طماطم نجمه بالطبيعه. ويحطوا كعبتين طماطم مقصوصه والبصل، ويحطهم الكل يقليهم الكل، يمرقوا، يحطوا الرند، يحطوا السردينه الشيحه. هذيك هي تقعد تغلي على روحهم. اونتخ طون شنو اللي يعملوا يا ارو؟ ياخذوا الفرين، شويه ملح، شويه ماء، يعملوا عجينه، خليها ترتاح، ويحلوها بالقلقال 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 على الاخر. يعملوها كويرات كويرات هكا مدورين ابوبخي دو 30 سنتيمتر، ويشدوا السكينه يخليوها ترتاح، ويقصوها ان كاري دو سور دو. وتبدا ترانسبارونت. هي كالسردينه تابت، وهزت غلو، يرميو قرين فلفل ديما راهو احمر كالاحمر الشيح، ويرميو قرين فلفل اخضر، ويرميو كالعجينه هذيك اللي احنا قصيناها دو سور دو بالاغزر. سهله لا غوسيت، تري فاسيل، سي فيت في، اي سا شانج ان بو على لي سوب نتاعنا كي تحل باكو مقرونه، تعجن شويه، تعجن شويه فرينه بالملح والماء، وتقصها وتحلها وترميها، ووقتها تاكلها تبدا كي المقرونه جيري. هذه هي الفتات نتاع السردينه الشيحه نتاع قبلي نتاع مدينه وتولي جيريه، ياكلوها جيريه بلاش سلق بلاش معدنوس بلاش، كان بالحبس الشيح
والعدس والرند والسردينه والعجينه هذه اللي قلت لكم عليها. يعطيك الصحه مدام راقيه. توا احنا عملنا الفتات قاعدين ديما تقعد في الحاجه الجاريه مغرومين هما بالجاري على الاخر شفتو توا شتاء ويقول لك شنو اللي قاوم الجريب هو قاوم كان الجاري ويبدا هكا محرحر ومحلى بيان سور باش يعطينا يقوينا في المناعه نتاعنا يعطينا الطاقه والحيويه باش نقاوموا به البرد نتاع الشتاء. عندهم البرغل الجاري. البرغل الجاري عندهم كيما برغلينا احنا برغل نعملوه بالعصبين الشايح ولا نعملوه بالقديد هما ديما نفس الشيء راهي السردينة عندهم السردينة شي حقت لك احنا نعولوا بال 15 كيلو بال 20 كيلو يعملوهم يحطوهم في دبابز بالله كما في جابس وقت حكينا المرة اللي فاتت بالوزف ديجا هما على الاخر عندهم الوزف معناها بالشيح يخدموا بالسردينة الشيح يشيحوا السردينة ويعملوا ياخذوا لاباز ديما كالعادة ياخذوا الزيت ويحطوا البصل والطماطم مقصوصة اون كوب ويحطوا الطماطم المعجونة نتاعنا نتاع النجمة نتاع النجمة ويحطوا الحمص والعدس والفول الشيح ديما هذه نفس القواعد هذوك اللي عملوهم ديما ويحطوا الملح والهروس والثوم وياخذوا الفلفل زينة يحطوا التابلو الكروية ويحطوهم يتقليو ويحطوا لهم الماء سخون ويرميو السردينة رميو شي السردينة يغسلوا البرغل ينقيوه ويصبوا البرغل ويقعد يغلي 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 حتى تيب يتحسك البرغل هذيك وكالسردينة تيب وكل لفحات الكل تدخل في بعضها وذيك هو برغل الجيري الجيري لطريقة الجنوب بتاع قبلي بتاع الجنوب طريقة قبلي. يعطيك الصحة مدام راقي هذا كان الجزء الأولاني بتاع أكلات من الجهات. نخرج توا فاصل مع بعضنا ومن بعد نرجع في الجزء الثاني والأخير. أكلات من الجهات في مطبخ الحياة. في مطبخ الحياة. ورجعنا لكم اعزائنا المستمعين في اكلات من الجهات على الحياه فام. باهي في الجزء الاولاني كنا مع مدام راقيه عملت لنا شنو عملت لنا مدام راقيه فكرنا الوغ عملنا اروع عملنا ال عملنا الفتات هكا ولا من الاول عملنا الفتات اي والبرغل الجيري اللي بالسردينه الشيح وبلاباط هذيك فريش تتقص وتترمي كيما حاجه جاريه وبعد عملنا البرغل الجيري على طريقه الجنوب قبل ديما هي اللي هي ديما بس سردينه شيحه عملوا برغل جيري ياكلوها كيكا بالسردينه بنين راهو بنين على كل حوت يعطي المطعم السردينه تشيح تعطي مطعم ذكي في احنا القديد يعطي قداش يعطي مطعم كي نطيبوا احنا ديما نقولوا بالطبيعه كي تطيب بحاجه هكا شيحه ولا حاجه ديما نقصوا الملح هكا اللي خاطر طبيعتها هي باش يصبروها يحطوا لها برشا ملح دونك لا ما تحطش الملح في هذوما خاطر هما مش يحين السردينة والسردينة باش تصبر يملحوها راهو يرقدوها كيما لانشوا يرقدوها في الملح بوندون 24 ومن بعد ما ينفضوهاش يحطوها وقت السمش يحطوها فوق الغريبل وما ينفضوهاش يحطوهم في الوصله نتاعهم وذيك وقت اللي يجيو يطيبوا ينفضوها هكا شويه تحت الماء ويطيبوا بها. معناها تخيل انت الملح كميه الملح اللي موجوده في وسطها دونك دو بريفيرونس ما نزيدوش الجمله واحده الملح ما نزيدوش جمله واحده الملح خاطر هي ديجا والهروس ملح والطماط مالحة والفاح مالح معناها باش تولي الباكلة ياسر مالحة يلفو فيغ اتونسيون يلفو با ميتغ دو سيل راهو بالطبيعة احسن حاجة ما نحطوش الملح في الماكلة اللي تبدا حتى سردينة شيحة ما تحطش الملح احنا حتى دو بريفيرونس ديما نقصوا الملح حتى لو كان حاجة ماهيش مالحة احنا بيان سور اذاعتنا اذاعة الصحة معناها ماذا بينا ديما نقولوا نبعدوا على الابيضين اللي هما السكر والملح ماذا بينا ديما حتى لو كان اوبليجي باش نطيبوا بهم ديما الكميات ما تكونش كبيرة برشا خاطر فما برشا عباد يطيبوا معناها سبحان الله يقول لك انا استنست ناكل برشا مالح ولا استنست برشا بالسكر دونك لا يلزمنا نقصوا في السكر والملح فما حاجات الجنوب الكل يطيبوا حاجه ديجا معروفه الجنوب الكل يطيبوا ديجا طلبونا شكون قالوا لنا عاود لنا الطبقه نتاع مدام راقي المره اللي فاتت بالحق تحفونا بنينا على الاخر معناها بطلب من الساده المستمعين باش نعاودوا لهم المطبقه كيفاش معناها على الطريقه نتاعك انت يديهم اروره
سي لوغ بالطبيعه سبيسياليتي نتاعهم ويشيخوا هما يعملوها في الديار راهو يعملوا عليها جو برشا عندهم الغني وعندهم في الريف البرا يعملوها في في الواحات نتاعهم الكل يعملوا عليها يعملوا لها برنامج باش يشيخوا عليها ما يغنوا تحس اون بون كيف يعملوا عليها معناها دو بون فوا يعملوا فيها مش تبدا فيها لا 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 تبدا عامله جو عجنوها في دقيقه وساهل عجينها وما فيهش انا عطيتكم لا غوسيت المره الاخرى 500 غرام دو فارين عليهم غرفتين زيت زيتونه وعليهم شويه ملح وتعجنها بالماء وتخليها ترتاح اونتر تون انت هذيك خليتها ترتاح تاخذ وهي قبل يراهو يطيبوها شكشوكه شكشوك مش كيما عملناها في المره الاخرى المره الاخرى كلها في الني هذه في قبلي يطيبوها ما يعملوهاش نيه يطيبوا البصل يذبلوا وبشحم بالطبيعه هذيك معناها بشحم باللي وبشحم الباز نتاعها هي اما احنا كي عملناها المره الاخرى في سيدي بوزيد عملناها نيه يعملوها نيه في سيدي بوزيد الطماطم والفلفل تفكروها تفكر كل شيء ني وبعد يطيب هو على الغني يحطوها يحطوا في شطر بركه ويدوروها ويطيبوها على الغني هذه يعملوها طايبه ياخذوا البصل يقصوه يذبلوه في الزيت معاه شويه شحم الزيت والشحم والبصل توت سويت ما يبطاوش التقليه يرميوا الطماطم اون كوب مقصوصه ويرميوا الفلفل ويفوحوا تابل وثوم وكرويه وشويه هروس ويحطوا شويه ملح خاطر شويه فيها ملح شويه ملح خاطر هذه مش بالقديد يقليوها تبدا خضراء مش يخليوها حتى لين تبرق ويصبوا الماء ما يصبوش الماء الطيب فك الطماطم والبصل نتاعها وال 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 والفلفل معناها ما تحطوش فيها ماء ومن بعد اروى يخليوها هذيك تبرد ياخذوا الاكل العجينه اللي عجناها هذيك بالسميد يعملوهم كعبرات كعبرات قد كعبه البرقدي يحلوها ويحطوا في الجنب هذيك ويعاودوا يثنيوها ويربطوها ويحطوها فوق الطفال يسخنوا الطاجين برشا ويطيبوها يطيبوها وهذيك هي المطبقه نتاع المطبقه نتاع القبلي القبلي ديجا ماشي صعيبه مش صعيبه اما الاخرى سيدي بوزيد نيا وهذه القبلي يطيبوها الشحم يذوبوه قبل معني هذه الحاجه مشد لك اليد راهي الصوص اكاهو كيفاش تقعد تستنى فيها كيفاش تطيب هي الصوص ديجا بالطبيعه اذا كان الطماطم ما فيها شيء معناها ولا الطماطم اذا كان خذاو الغلوه سي بون راهي طب واش نقول لك راهو تعرفي بالك ما هو مش فرد مطعم يا اروى نقول لك علاش مش فرد مطعم فرد غسيت تاع البات كيف كيف اما احنا كي ذقناهم المطعم الاخرى ني كل شيء ني تحسه يتقرمش في فمك ذايب ما يتقرمش طونديسك هذية تحسه كي ساندويتش تحسه معناها كلي الطماطم طايبة مقلية والبصل مقلية والفلفل مقلية شكشوكة معناها شكشوكة شكشوكة بالشحم في وسط المطبقة في وسط المطبقة هذية تو عملنا المطبقة احنا تو في بلاد التمر في بلاد التمر وبلاد الواحات وبلاد الخير والبركة اللي دجا معناها دقلة النور بارتو معناها في العالم معروفة في العالم أجمع قلنا علاش ليه نعملوا كعك بالتمر اي هو يعملوا كعك بالتمر شوف عندهم كعب ان بو سبيسيال يعملوا حاجتين يعملوا كعك ويعملوا كعك اخر كيفاش يعملوه كيما الكعك نتاعنا السميد نتاعنا هذاك ناخذوا ثلاثه صحاف سميد ارتب عليهم صحفه سميد متوسط وصحفه فارينه ولثوهم بالزيت الزيتونه ونعجنوها ونعركوهمش وخليوه يرتاح وعندهم التمر وتبارك الله التمر نتاعهم ما يتباعش في البكويت تشري بسطل التمر غاديكا مكدس التمر عندهم تمور ياسر بنينه ومفوحين وبنين برشا بالمسكته وبالقرفه وبالعود يخدموا به هذا يخدموا به يعملوا البات نتاعهم كيما المقروض نتاعنا ويحطوا التمر هذاك ويدوروه ويعملوه الكعك اما يعملوهم فتره شويه فهمتني وما ينقشوهاش بالمنقاش كيفنا احنا وتبدا اكبر شويه هذيك هو الكعك نتاعهم ويعملوا زاد يحلوا لابات هذيك بالقلقال ويحطوا يقصوهم دي كاري ويحطوا طريف بك التمر هذيك ويزيدوا كاري اخرى ويثنيوها هذيك هو الكعك التمر نتاعهم في الجنوب خاطر عندهم برشا تمور هذيا يعملوها
وبنين وذكا كيما نقولوا ديما للعشويه الصغار تعطيهم كعيكه تعطيهم الكاغي هذيك ياكلوها ويشيخوا بهم وذكا العشويه نتاعنا في الدار زاد يبداو النساء قاعدين عندهم حاجه حلوه هذيك والحلو نتاعهم فيه. وذا المنيو نتاعنا اليوم نتاع ولايه قبلي اللي هو عملنا الفتات البرغل الجيري عملت لنا المطبقه بطريقه اخرى اللي هي شكشوكه كيفاش تطيب في المطبقه وختاما عملت لنا الكعك نتاع التمر. شكرا لك مدام راقي بالحق اعطيتنا لي ريسيت معاهم لي ديتاي نتاعهم معناها عيشنا باش تسهل علينا كوميم وعبد يخدم وتروح لمراه تقول تعب ما نعرفش روحها عندها هذوما حاجه دي غوسيت جدد تبدل تعمل حاجه جديده ميسيل جديد ما تحاول باش تشوف الحياه افام مش تعطي وانت تبعها وتشوف وتقيد وتعمل وديما انت نفسيتك تبدا مرتاحه تعمل حاجه جديده بتقلق تو انت كل يوم كي تاكل كسكسي كل يوم كل يوم كل تقول عندك برشا حاجه تعملو يسي فاسيل افير وما يتكلفوش. هذه حلقه اكلات من جهات لليوم وننصحكم باش تعملوا طلة على الباج فيسبوك نتاعنا الحياه افيم وين تلقاو فيها الحلقه هذه والحلقات السابقه نتاع اكلات من جهات وتلقاو لي ديتاي نتاع الوصفات الكل. شكرا لكم اعزائنا المستمعين كنت معكم اروغيت كوتي ميكرو ايمن ابو خيط في الاخراج التقني. اكلات من الجهات في مطبخ الحياه. في مطبخ الحياه.